نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في أولى فقرات برنامجنا الحوارية بعنوان الوضع الراهن للقطن المصري. زي ما حضراتكم عارفين أن القطن المصري مؤخرا الدولة المصرية اتخذت له العديد من الإجراءات بشأن النهوض والارتقاء به مرة أخرى لنصل لما كان له من قبل. زي ما حضراتكم طبعا تعلمون أن القطن المصري قديما كان ده زي ما بيقولوا مصدر السعادة على الفلاح والمزارع المصري بل الدولة المصرية. مر بالعديد من الكبوات ولكن الحمد لله مؤخرا قدرت الدولة المصرية تجد العديد من الحلول أيضا للنهوض بهذا المحصول الاستراتيجي الهام. هنحاول النهاردة نعرف العديد من المعلومات، كمان هنعرف وضع القطن المصري حاليا إيه، إزاي عملية التسويق اللي هي زي ما بيقولوا كده من أكبر العقبات اللي بتواجه أي مزارع أو فلاح هي نقطة التسويق الخاصة بالمحصول بتاعه، ويمكن التسويق ده اللي كان مدمر القطن المصري قبل كده. استطعنا مؤخرا الحمد لله العديد من الحلول، العديد من الامور اللي من شانها يعني جعل عمليه التسويق اكثر سلاسه واكثر سهوله على الفلاح والمزارع المصري. نتكلم فيها النهارده مع ضيفي العزيز اللي مشرفني في هذه الفقره الدكتور مصطفى عطيه عماره رئيس بحوث المعاملات الزراعيه. برحب بيك يا دكتور وتحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا دكتور. يعني احنا بقى في موسم جني القطن، اخبار القطن في هذا الموسم ايه يا فندم بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للموسم الجني زي ما احنا عارفين الموسم ابتدى هذا العام بداية مبشرة، زي ما كنا متوقعين من اول الموسم ان في عندنا مساحات اعلى من المساحات الزرعة العام السابق، ومتوقعين ايضا ان الانتاجية تكون اعلى، وده اللي بان من الارقام اللي هي موجودة حاليا هذا العام عندنا. على سبيل المثال المساحات اللي اتزرعت هذا العام مساحات مش بطالة حوالي 336 ألف فدان بالمقارنة ب 220 ألف فدان العام السابق. طالما المساحة زادت يبقى في عندي إنتاجية زيادة على الأقل بمقدار الضعف في الكميات وليس في الـ بالنسبة للفدان. كانت المساحة مزروعة العام السابق كان متوسط الانتاجية على مستوى الجمهورية كلها طبعا من عالي الواطي اللي خلافه حوالي 7.2 انتار. كان توقعاتنا هذا العام بالنسبة لنا عشان كان نزلنا أصناف جديدة عالية الانتاجية وطورنا معاملات الزراعية من خلال المحاور المختلفة، فلحد دلوقتي المؤشرات بتقول ان احنا عندنا حوالي 8.5 انتار للفدان. طبعا متوقع بنهاية الموسم الجني ان احنا تقدر المتوسط العام للانتاجيه على مستوى الجمهوريه ما بين محافظات الوجه الابلي ومحافظات الوجه البحري، انما احنا متوقعين ان هي هتوصل لحوالي 8.5 انتار. طبعا ديت كمتوسط عام. في عندنا بعض المحافظات وبعض المزارعين الانتاجيه بتاعتهم تعدت هذا الرقم بكثير جدا. على سبيل المثال عندنا في محافظه بورسعيد زرع حوالي 6000 فدان، كان متوسط الانتاجيه عندهم معدي 9 عناطير. طبعا ده عدد من المتوسط الجمهوريه، ليه بقى؟ لان هم شغالين صنف جديد، معاملات اراضي جديده، والمزارعين مهتمين بهذا الموضوع. نيجي لمحافظه زي محافظه الفيوم، متوسط الانتاجيه عندهم حوالي 8.5 انتار. طبعا زي ما احنا عارفين موسم الجني ابتدى من مبكرا في محافظات الوجه الابلي، وتقريبا خلال الاسبوع الاولاني من شهر 10 ان شاء الله اللي احنا فيه هيكون خلصوا موسم الجني تقريبا في محافظات وجه الابلي. محافظات الوجه البحري ابتدت بالفعل حاليا النهارده بيبتدوا موسم الجني، بيفتتحوا موسم الجني في دمياط صنف جيزه 92 وده صنف تصديري فائق الطول. بداوا في الشرقيه، في محافظات تانية هتبتدي زي الغربية والبحيرة وكفر الشيخ اللي هي المحافظات الساحلية اللي هي في أقصى الشمال. دول إن شاء الله ومتوقع إن شاء الله إن احنا نخلص موسم الجني تقريبا على الأسبوع الثالث من شهر 10 إن شاء الله، وبعد كده نقدر نقول الإنتاجية الكاملة. بس هو متوقع إن هي الإنتاجية هذا العام هتكون إنتاجية عالية. ليه؟ لأن احنا عندنا أصناف جديدة قوية وعالية الإنتاجية، عندنا معاملات زراعية، اهتمت وزارة الزراعة هذا العام بهذا الموسم تحديدا على هذا المحصول، كثفت الجهود بتاعتها سواء حملات قومية، حملات إرشادية، حملات مكافحة التهاوي. دور وزارة الزراعة ممثل في مركز البحوث الزراعية مع البحوث الوطن، واهتموا بهذا الموضوع، وإن شاء الله يعني
يكون موسم مباشر ان شاء الله. طيب عايز اعرف برضو الفرق ما بين زراعه القطن في الوجه الابلي والوجه البحري من حيث الانتاجيه ومن حيث التسويق ايضا، وانه الافضل من وجهه نظر حضرتك يا دكتور؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان الخريطه الصنفيه اللي هي بتطرح في اول الموسم قرار وزاري، بيطلع قرار وزاري بينظم عمليه توزيع الاصناف على مستوى الجمهوريه والمحافظات المختلفه. طبعا عندنا في اصناف وجه ابلي يوجد صنفين، صنف طويل التيله. احنا عندنا طبعا الطبقات بتاعت الاصناف القطن المصري زي ما احنا عارفين طويل يفائق الطول. في الوجه الابلي عندنا صنف 90 وصنف 95، ودول من الاصناف المميزه جدا. صنف 95 ده صنف جديد مدرج في الزراعه حاليا، لسه جديد بقاله سنه بالظبط، ودولت بيناسبوا المغازل المحليه، يناسبوا الصناعات المحليه، ويناسبوا التصدير، بيلبي احتياجات التصدير لان المواصفات الصنفيه بتاعتهم مواصفات جيده ومطلوبه في السوق الدولي. دي اصناف الوجه الابلي. بعد كده بقى تخش اصناف وجه البحري، تختلف تماما عن اصناف وجه ابلي. لا مش هينفع ان انا ازرعها في وجه ابلي عشان الانتاجيه بتاعتها. على سبيل المثال عندنا صنف 96 وصنف 94 وصنف 86 واصناف 92 و 45 والاصناف المختلفه اللي هي فائقه الطول اللي هي اصناف تصديريه. طبعا بيختلفوا عن بعضهم في صفات الجوده في الانتاجيه. طبعا اصناف وجه ابلي تتميز ان هي الانتاجيه بتاعتها بتكون اقل شويه من اصناف الوجه البحري، على اعتبار ان هناك في ظروف مناخيه اصعب من الوجه البحري. عندنا ارتفاع في درجات الحراره، في جفاف، في نقص في الماء بعض الاحيان، ولكن بالمعاملات الزراعيه المناسبه والتوصيات الزراعيه بنقدر ان احنا نتغلب على هذه المشاكل كلها، وان احنا نقدر نجيب انتاجيه تكاد تقترب من انتاجيات الوجه البحري. على سبيل المثال احنا عندنا مثلا صنف جيزه 95 دوت، صنف جيزه 95 العام السابق تم الشركات اشترته كلها، ما كانش في كيلو واحد منه موجود في السوق. ليه بقى؟ اتصدر والتجار خدوه واشتغلوا بيه. كذلك اصناف وجه بحري عندنا صنف 94 وده صنف مميز جدا، يتميز بالانتاجيه العاليه، يتميز بتصفي الحليج العالي، يتميز بمبكر النطق، والتبكير في النطق دوت بيؤدي ان هو بيقلل استهلاك كميه الميه، وده يتمشى مع اتجاهات الدوله الحديث في ان احنا بنطلع اصناف ونعمل معاملات تقلل وترشد الاستهلاك المائي للاصناف الموجوده عندنا عشان نوفر كميه ميه. كل هذه المواصفات تصب في مصلحه القطن المصري وبتديني انتاجيات كويسه، وتصب في مصلحه الدوله من خلال المزارع والمستهلك اللي هو التاجر اللي بياخد القطن دوت بيرضله بيحلجه عشان يطلع منه شعر يكسب فيه، وفي نفس الوقت بيناسب العمليات التصديرية وبتبقى منه البذرة اللي هي بتخش في القطن والزيت والإنتاج المحلي. طيب الفرق بين أقطان الإكثار وأقطار أقطان الإنتاج يا فندم بشكل كبير؟ إحنا عندنا زي ما إحنا عارفين إحنا لما بنيجي نوضع الخريطة الصنفية بنحدد مساحات محددة عشان نطلع منها تقاوي إكثار. تمام. يعني إيه تقاوي إكثار؟ التقاوي اللي أنا هاخدها تحت مواصفات قياسية محددة، هذه المواصفات القياسيه عباره عن ايه؟ مناطق عزل عشان ما يحصلش خلط ما بين الاصناف وبعديها. ثانيا تطبيق المعاملات الزراعيه المثلى عشان اطلع اعلى انتاجيه باعلى جوده. مزارعين مميزين ومتميزين في الاستجابه للتعليمات وسرعه معالجه المشاكل اللي هي مختلفه اللي بتحيط بالمحصول. بطلعه تحت هذه المواصفات القياسيه، باخده هو ده اللي بحلجه تحت كنترول، بحلجه في محلج محدد بتحدده وزارة الزراعة بقرار وزاري، بيمنع تداوله على المستوى التجاري عشان أطلع منه تقاوي ذات جودة عالية ولها مواصفات خاصة، هي دي اللي أنا بستخدمها عشان أزرع بيها العام القادم. طبعا إحنا عندنا في نسبة محددة إحنا بنشتغل بيها، بمعنى إن أنا لما هزرع السنة دي وليكن مثلا 10 فدان، يبقى السنه اللي بعديها ال 10 فدان دولت هيطلعوا لي تقاوي كفوني 60 فدان او 40 فدان الموسم القادم. تمام.
احنا السنه دي طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا زارعين 330,000 فدان تقريبا. تمام. زارعين منهم المساحه دي كافيه يا دكتور ولا لا؟ نعم. 330,000 فدان دي مساحه كويسه كافيه يعني؟ هي احنا طبعا احنا نتعشم ان احنا نكون عندنا مساحات اكبر من كده، ولكن احنا بنمشي طبقا لخطه محدده موضوعه عشان التوسع بصوره تدريجيه وليس بصوره عشوائيه. ليه بقى؟ عشان موضوع التسويق، عشان موضوع استعداديه المزارع. التقوي اللي موجود عندك كافي، لان انا لو ما عنديش تقوي تكفي هذه المساحات هتفتح باب الخلفي لدخول تقاوي غير معتمده، ان هي زي التجاري وخلافه والكلام من ده، وبالتالي يحصل خلط في الاصناف، وبالتالي بطلع قط غير مطابق للمواصفات. نرجع تاني للحته اللي هي ان احنا عندنا 330,000 فدان، عندنا 140-160,000 فدان دول تقاوي اكسار، اللي هي مساحات الاكسار دي اللي هتكفين ان انا ممكن ازرع السنه الجايه 500,000 فدان من القطن من مختلف الاصناف اللي موجوده عندي. ده بالنسبه للتقاوي او اصناف الاكسار. تمام. وده طبعا بيكون من كل الاصناف، نفس الاصناف ديت بيبقى فيه منها انتاج تجاري. تجاري. ولكن سلالات قديمه شويه. يعني انا لو هشتغل انا بسلاله 2016 2015 دي بشتغل بيها في التجاري في الاكسار. تمام. ممكن السلالات الاقدم من كده في السن في العمر يعني 14 13 دي بشتغل بيها في التجاري. هذا الصنف المساحات التجاري لا يصح ان انا اشتغل بيها في الاصناف الاكسار. ليه بقى؟ لان ما بيبقاش فيه عليها كنترول كافي. تمام. بيبقى التداول بتاعها قد يكون حر، وبالتالي ان وزاره الزراعه من ضمن الخطط والاستراتيجيات بتاعتها ان هي عامله قوانين ولوائح بتنظم هذه العمليه. لا يصح ان اي حد تاني غير الدوله او وزاره الزراعه تشتغل في التقاوي الاكسار، حقول الاكسار يعني الجلابين والتجار الحر لا ما ينفعش انهم يشتغلوا فيها. وتداول القطن ما بين المحافظات بتحدد محلك محدد لكل صنف انه يتحلك فيه سواء تجاري او اكسار عشان نحافظ على النقاوة الوراثية بقدر الإمكان. هذا ما بين أصناف القطن المصري، وكمان بتطلع من ضمن الحاجات اللي هي في القرارات الوزارية إنك أنت ممنوع تزرع في أي منطقة صنف مخالف للصنف المصرح به إنك أنت تزرع. يعني أنا عندي 95 ما ينفعش أزرع فيه 86، وكمان مش كده وبس، إن أنا ما أزرعش أصناف أجنبية. القطن الأبلند أو القطن الأمريكي ممنوع منعا بتاتا، وفي حالة وجود أصناف مخالفة سواء أجنبية أو مصرية بنعمل عملية إزالة، لأن لو تواجد حاجة مخالفة في أصناف الإكسار مساحات الإكسار اللي أنا بعملها بلغي المساحة بتاعة الإكسار دي وما بعتمدهاش عشان ما تعمليش خلط وتلوث في الأصناف بتاعتها. تمام. حابب أتكلم عن قطن قصير التيلة وقطن طويل التيلة، وليه المزارعين دلوقتي بيفضلوا قصير التيلة عن طويل التيلة يا فندم؟ بالنسبة للموضوع القطن قصير التيلة، وده يمكن موضوع الساعة حاليا حاصل فيه جدل كبير من سنوات عديدة، سنوات صحيح نقدر نقول من الأربعينات القرن الماضي. احنا عندنا مشكلة في مصر هنا هو ان في بعض الأصوات بتنادي ان احنا لازم نزرع القطن قصير التيلة. ليه بقى؟ يقول لك القطن المصري دوت طويل التيلة ما عادش مطلوب في السوق من حد. ليه بقى يا فندم؟ ما عادش مطلوب في السوق الدولي. ليه؟ كميته قليلة. الإنتاجية بتاعته ضعيفة. بعض النغمة كده شغالة. طيب اللي بيطالبوا إن إحنا نزرع قطن قصير التيلة بيقول لك الإنتاجية بتاعته عالية بيناسب المغازل المحلية، وبالتالي اغلب الاستهلاك الشعب المصري بيكون من القطن متوسط التيله اللي هي الاقطان او الاقمشه المتوسطه زي الجبرتين وخلافه والكلام ده. تمام. طيب احنا عايزين نرجع لورا شويه ايام محمد علي وطلعت حرب باشا. يعني هناخد فترتين مختلفتين. طلعت حرب لما عمل مصانع الغزل والنسيج في المحله وشبرا الخيمه وخلافه والمناطق الصناعيه الكبيره دي، القلاع العملاقه بتاعت الغزل والنسيج، وهذه المصانع عملها عشان القطن المصري، ما عملهاش عشان القطن قصير التيلة. القطن قصير التيلة ما كانش موجود أيامها، وبالتالي عملها عشان القطن المصري. فهذه المصانع الوطنية
تتميز ان هي بتناسب المنتج المحلي. فاحنا عندنا اي صناعه ناجحه لازم تقوم على المنتج المحلي وليس اي منتج خارجي. ما اجيبش انا منتج من الخارج ووفر له صناعه هنا هو تتلمع، لا. اي صناعه تفشل ان هي تستخدم المنتج المحلي نعم يبقى ما معلش انا اسف. طيب فبتيجي الاصوات يعني انا بس مداخله استاذن حضرتك، ناخد المهندس هلال من اسكندريه. برحب بيك يا فندم تحياتي لحضرتك. صباح الخير يا استاذ سامح. عاصم حضرتك يا فندم. دكتور مصطفى، وبنقدم له الشكر على مجهوده طول الموسم اللي فات في الارشادات عبر القناه. اهلا بحضرتك يا باشمهندس، اتفضل يا فندم. بس في دلوقتي يعني احنا دخلنا في مرحله التسويق. نعم. ولغايه دلوقتي الجمعيات لم تستلم ولا انطرقت، يعني احنا دلوقتي الوجه الهبلي يعتبر انتهى. احنا في الوجه البحري دلوقتي لغايه دلوقتي يعني الناس فتحت القط وعندها اللي عنده انطار وعنده اثنين وعايز سعر. للاسف عدم الاعلان او عدم اعطاء تعليمات للجمعيات انها تستلم، طبعا سايبين المزارع لممارسات التجار اللي يقول له 2300 واللي يقول له 2400. وطبعا دلوقتي احنا داخلين على موسم شتوي والناس كلها اللي عنده ايجار عايز يدفعه، اللي عنده تقاوي القمح عايز يجيبها، اللي عليه مصاريف مدارس كل ده. فاحنا ليه لغايه دلوقتي يعني استاذ معالي الوزير ما بديش تعليمات ليه للجامعات تستلم؟ الو. طيب معانا الاستاذ حمدي، برحب بيك يا استاذ حمدي. واضح ان احنا عندنا عطل فني في التليفونات، معلش هنرجع نحاول نجيب الضيوف تاني مره تانيه بعد اذن حضراتكم. يمكن الباشمهندس كان عنده تعليق على موضوع التسويق، يعني ممكن نرد عليه في هذه الجزئيه يا باشمهندس. دول تمام. طيب عفوا استاذ حمدي، رجعنا تاني، برحب بيك يا استاذ حمدي. استاذ حمدي صباح الخير. استاذن حضرتكم بس في الكنترول، ظبطوا بس موضوع التليفونات عشان خاطر ناخد كل استفسارات الناس اللي بتتصل بينا. اتفضل يا دكتور. احنا هنرجع تاني نتكلم في موضوع القطن الامريكي او القطن قصير التيله، وبعد كده هخش مع حضرتك في موضوع التسويق. اتفضل. تعليقا على المداخله التليفونيه دي. طبعا الحجه او الحجج اللي هي بيقوم عليها مطالبي زراعه القطن قصير التيله في مصر ان هو قطن مناسب للمغازل المحليه عندنا، مناسب للصناعه الوطنيه، انتاجيته عاليه، تكاليف انتاجه منخفضه، ويناسب العديد والعديد والعديد من الاغراض الشخصيه لهم. تمام. ما علينا. احنا ردنا كوزاره الزراعه، مركز البحوث الزراعيه، معهد بحوث القطن تحديدا، نحن عندنا تخوف من زراعه القطن القصير التيله في مصر. لماذا؟ احنا لسه انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي وانت بتقول لي ايه الفرق ما بين اقطان الاكسار والاقطان التجاري. نعم. وقلت لك ان احنا عندنا قوانين ولوائح بتحتم عليا ان انا ازرع اصناف محدده في مناطق محدده. نعم. وعدم زراعه اصناف مخالفه من ضمنها القطن الامريكي او القطن القصير التيله عشان ما يحصلش خلط في الاصناف. وعلى الرغم من هذه القواعد والقوانين واللوائح والنظم التشريعيه اللي هي بتحدم هذا الموضوع وبنعمل عمليات ازاله وخلافه، لما يجي بالتاجر بياخد القطن مني عشان يصدره بره بيفاجئ ان القطن دوت غير مطابق للمواصفات اللي هي مطلوبه بره. ليه؟ حصل خلط، في عدم تجانس، في تلوث، في كذا في كذا في كذا. طيب ما بالك بقى لما ادخل قطن امريكاني؟ هل انت قادر على انك انت تمنع موضوع الخلط؟ انت بتقول ان انا هزرعه في مناطق منعزله تماما في الصعيد. على الرغم من هذا بيحصل تسريب، بيحصل مخالفات، بيحصل كذا بيحصل كذا، وبالتالي بيحصل تلوث. فما بالك لو حصل هذا الموضوع واقر رسمي ان احنا نزرع هذه الاقطان بصوره رسميه في مساحات كبيره، ماذا يحدث للقطن المصري؟ صحيح. نقفل معهد بحوث القطن وما نشتغلش. اللي انا عايز اقوله هو على الرغم من هذا ان احنا ليس لدينا مانع من التجريب هذه القطن. ليه بقى؟ احنا من اربعينات زي ما قلت لحضرتك في اول السؤال ان احنا كنا عملنا عمليات تجريبيه مساحات واسعه في الصعيد وفي وجه بحري، عملنا تجارب على هذا الموضوع من الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات، اخرها في 86 بالاشتراك مع اكاديميه البحث العلمي، واثبتت جميع التجارب عدم تفوق
الأقطان قصيرة التيلة على القطن المصري في الإنتاجية. مش كده وبس، الجودة بتاعته قليلة جدا. نعم. يعني قطن فائق الطول، فائق النعومة، قطن قصير. هناك فرق شاسع ما بين الاثنين في الجودة، وهذا كلام معروف في الأوساط العلمية العالمية. معروف تماما القطن المصري شكله إيه والقطن القصير شكله إيه. تمام. الحاجة التانية بيقول لك إن هو بيتفوق في الإنتاجية. إحنا لسه هنتكلم ولسه الناس بتشتكي هوت من موضوع التسويق. ومش عارفين يسوقوا القطن المصري بتاعهم. طيب هل انت لما تنتج قطن امريكي نقول مساوي للقطن المصري في الانتاجيه بتاعته او اعلى شويه، هي نفس التكاليف الانتاج. تمام. طيب نفس تكاليف الانتاج، اساليب الجني التقليديه اللي هي موجوده عندنا مش قويه من هي تطلع لك قطن بيور. والجوده هيجي الجوده منخفضه. هيجي التاجر هيشتري منك القطن وليكن الامطار ب 2000 جنيه بالسعر المصري وهو اقل جوده اللي هو القطن القصير، ولا يجيبه من بره ب 1500 اللي هو بتاع الصناعه. هيجيبه من بره ب 1500 ارخص. صحيح. طب القطن اللي المزارع زرعه اللي هو القطن القصير التيله ده يعمل فيه ايه؟ اكيد الفلاح هيشربه زي ما بيحصل معانا في القطن المصري، مش عارف يسوق بيخزنه عنده لعل وعسى ان هو ياخد سعر كبير، او بيحصل ان هو يروح يورده لما بيحصل مشكله في استقبال القطن في حالات التوريد في المحالج وخلافه والكلام من ده، يقول لك انا هاخد قطن قصار بس. طب التجاري اللي عنده ده يعمل فيه ايه؟ فيقوم مسربه للحلقه على انه اقطان قصار، وبالتالي بيحصل خلط الاصناف عنده، عشان طبعا في 50 جنيه زياده او علاوه اقصار 100 جنيه زياده، لان طبعا هنا بيختلف السعر نوعا ما ما بين هذا وهذا. طب حل المشكله دي ممكن تكون ازاي؟ او اللي اتخذ مؤخرا من قرارات واجراءات طبعا زي ما احنا عارفين وزاره الزراعه او الدوله، احنا عندنا الماده 9 من الدستور المفروض ان هي بتنظم هذا الموضوع. تلتزم الدوله بشراء المحاصيل الاستراتيجيه من المزارعين بالسعر العادل الذي يضمن له هامش ربح مناسب. دي الماده 9 من القانون من الدستور عندنا. اللي حاصل ان هي عشان تحدد السعر العادل دوت، وزارة الزراعة أعلنت في بداية الموسم السابق إن إحنا عندنا سعر ضمان استرشادي للقطن المصري هذا العام 2500 وجه إبلي 2700 وجه بحري. نعم. النهارده السوق بدأ فتح بكام؟ ب 2000 أو أقل. وفي بعض الأحيان ما وصلش 1400. ليه بقى؟ التجار ما همش عايزين ياخدوا بالسعر العالي. ليه بقى؟ لأن أنا زي ما قلت لك وده كان حاجة متوقعة، إن إحنا عندنا القطن المساحة كبرت. الإنتاجية زادت، وبالتالي هيحصل فيه نقص في السعر، ولكن المفروض إن السعر اللي الدولة بتحدده أو الوزارة بتحدده يلتزم ده 80% من السعر السوقي. تمام. السعر الاسترشاد أو السعر الضمان ده بيبقى 80% من السعر السوقي. يعني المفروض يلتزم بيه التجار يا فندم في الشراء. ما هو ده المفروض بناء على عقد ثلاثي ما بين الشركات اللي هي بتشتري القطن والمزارع وضامن لهم وزارة الزراعة أو الجهات المعنية المختلفة. فاللي حصل إن التجار ما همش عايزين ياخدوا بالسعر دوت. ليه؟ يقول لك الكمية كبيرة وأنا معيش فلوس تكفي، أنا عايز تمويل من الدولة من الوزارة أو من وزارة المالية عشان أعرف أشتري القطن ده. تمام؟ هو بياخد التمويل ويشتري بيه سعر القطن بالسعر العالي. طب المزارع هياخد بكام بقى؟ المزارع هيبيع بكام؟ ما هو مش كسبان. هو بياخد بالسعر ده وبياخد تمويل عشان يعرف يشتري. صحيح. طب المزارع الفلاح ذنبه ايه؟ وبالتالي في هنا تلاعب، فلازم الدوله تاخد اجراء تلزم الشركه القابضه ان هي اللي تشتري القطن لصالح الدوله وليس لصالح التجار. وبالتالي بيجي المزارع هو ده لسه لم ينفذ دلوقتي يا فندم الموضوع؟ نعم. لسه لم ينفذ هذا القرار؟ المشكله دي لسه بادئه حاليا في البدايه بتاعتها، ولكن في اجراءات وفي اجتماعات قايمه في الوزاره وقطاع الاعمال ووزاره الماليه وخلافه ان هم عشان نحتوي هذه الازمه لسبب، لان لو الازمه دي استمرت المزارعين هيعزفوا عن زراعه القطن الموسم القادم، وبالتالي مش هناخد مساحه اكبر. نعم. وبالتالي هيحصل نفس المشكله اللي حصلت قبل كده في 2014 و2015. نعم. وهناك مشكله، احنا عايزين نتوسع في زراعه القطن وليس نقلل. صحيح. المساحه. تمام. طيب. بشكل عام شايف الموسم ده باذن الرحمن هتكون الامور الخاصه بالعمليه التسويقيه سلسه، وتكون الامور كلها ان شاء الله نتعشم ان احنا يكون عندنا
يتحط حل سريع ومناسب للمزارع ومناسب للتاجر، لان انا برضك انا مش عايز اظلم التاجر نازل بفلوس مش عايز يخسرها. صحيح. فبالتالي هو ما يخسرش، وفي نفس الوقت المزارع يكسب ويكسب سعر عادل له، وفي نفس الوقت تزيد المساحه السنه الجايه، لان المزارع لما بياخد بسعر كويس هيزرع السنه الجايه بنفس مفتوحه ومساحات اكبر. طيب هختم مع حضرتك بثلاث رسائل، رساله توجهها لمزارع القطن، رساله توجهها لتجار القطن، ورساله توجهها للقائمين او الجهات المعنيه في الدوله الخاصه بعمليه تسويق القطن، تقول لهم يا سريع يا فندم. بالنسبه للرساله اللي احنا نقدر نوجهها لمزارع القطن، نقول لهم احنا بنقول لكم الاول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفلاح. موسم خير يا رب. وانتم بذلتوا مجهود كبير وتعاونتوا مع الدوله والقطاعات المختلفه في وزاره الزراعه. نعم. في الالتزام بالتعليمات والارشادات الزراعيه المناسبه عشان تاخدوا محصول كويس، ويمكن هذا العام كان موسم ناجح جدا بكل المقاييس. احنا ناس نازلين في السوق وشايفين الدنيا ماشيه ازاي، مساحات كويسه، في متابعه جيده من الوزاره، الفلاح التزم بهذا الموضوع، وهذا انعكس على الانتاجيه، لان في فلاحين جايبين انتاجيات عاليه زي ما احنا قلنا في اول الحلقه. نعم. وبالتالي بنقول لهم ربنا يبارك لكم، السنه الجايه ان شاء الله يكون عندكم موسم احسن من كده، يكون في سعر عادل ليكم ان شاء الله. رساله للتجار، عايزك تشد عليهم شويه جماعه التجار. نعم؟ دول عايزك تشد عليهم شويه جماعه التجار دول، بحيث ان هو بس لا يعني هو حق هي المزارع شويه. الالتزاميه بتيجي من تنفيذ القوانين. صحيح. والالتزام به. انا النهارده عامل معاك عقد بدايه على 2400. صحيح. يبقى التزم ببدايه 2400 وشوف السعر العالمي كام وزود على السعر ده. انما عشان اخد انا اكل لوحدي وغير ما ياكلش، هل السنه الجايه مش هلاقي. صحيح. اللي شغال لي المصانع بتاعتي هضطر اشتري من بره، في لوائح وقوانين بتتحط. صحيح. الموضوع مش موضوع سهل، ويجب على الدوله ان هي تلزم التجار بعقود بلوائح وقوانين تنظم هذا الموضوع. صحيح. طبعا يمكن في فايده تمويليه 17% ويجي فيها نوع من الزيادات على التجار وخلافه، كل الحاجات دي لازم تكون منظمه تحت لوائح وقوانين ويلتزم بها التجار. فبنقول لهم اتقوا الله. صحيح. في بلدكم، لان ده سمعه القطن المصري بتاعتنا، لان انتوا كده بتدوا فرصه اكبر ان احنا الناس تلجا ان هي تزرع اقطان كثيره، اقطان كذا. صحيح. يعملوا مخالفات، يعملوا كذا، احنا كده بندمر القطن المصري. اتقوا الله في هذا، وربنا يوفقكم ويكرمكم ويوسع عليكم يا رب جميعا. بالنسبه للرساله للدوله، طبعا انا واحد من الناس اللي موجودين في الدوله وكده، انما بقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا يتقنه فليتقنه. كل واحد يشوف شغله كويس. الدوله من يمتها مش معصره في هذا الموضوع، اعلنت عن سعر ضمان، وان شاء الله السنه الجايه هنعلن عن سعر ضمان جديد ان شاء الله. الماشيه بخطوات ثابته بتمشي في اتجاه تطوير المغازل المحليه والمحالج. طيب. بتنشئ محالج جديده. عندنا على سبيل المثال محلك في سخا ومحلك في ستر، دول بيطوروا عشان انتاج التهويل جيده. نعم. الدوله بتعملهم محالج، شركه قبض 11 محلج بيتم تطويرهم عشان نطلع حاجات كويسه. نعم. طبعا قطاع الغزل والنسيج بلا شك شغال بتطوير جيد ان شاء الله، وتدريب للعماله عشان المعدات الجديده. نعم. وان شاء الله يكون اللي جاي الموسم الجاي موسم احسن ان شاء الله. وكمان احب اقول ان احنا بدانا نتوسع في الاراضي الجديده حاليا. تمام. عشان نوجد مساحات اكبر. نعم. لان طبعا زي ما احنا عارفين مساحات الوادي عندنا بقت مساحات ضيقه جدا. صحيح. وفيها مشاكل، احنا ان شاء الله بنتوسع في الاراضي الجديده. نعم. وعلى سبيل المثال المليون ونص فدان. نعم. المناطق غرب المنيا، مناطق توشكا ولوينات ان شاء الله، وكل الحاجات دي شغاله ان شاء الله، وباذن الله السنه الجايه يكون موسم جيد وناجح ان شاء الله. رب التوفيق للمنظومه يعني بكامل رمتها زي ما بيقولوا كده. القطن المصري من المحاصيل الاستراتيجيه الاهم، محتاجين نعيد هذا المحصول لرونقه كما كان من قبل، واعتقد يصب في صالح الدوله المصريه في المقام الاول ثم على كافه المزارعين او القائمين على العمليه بشكل كبير. نتمنى رب التوفيق للقطن المصري. بشكرك جدا ضيف العزيز المحترم الاستاذ الدكتور مصطفى عطيه عماره، رئيس بحوث معاملات الزراعه، شرفتنا يا دكتور. تحياتي لحضرتك. شكرا جدا، الف شكر.
لسه مكملين بعد الفاصل مع حضراتكم ان شاء الله في فقره حواريه اخرى نتكلم فيها عن كيفيه او مهارات اداره الوقت. ده يكون ضيفي فيها الدكتور منتصر العيادي اخصائي صحه نفسيه وتخاطب اطفال. بعد الفاصل انتظرونا.